السادة المشاهدين، كل مشاهد هذه الحلقة عفوية وهدفها معرفة الجانب الإنساني للضيف، في حين إن لم تكن له ردة فعل إنسانية فاعلموا إنه دخل في ردة فعل بأماكن ثانوية، بمعنى اللهجة العراقية يا دوب يحير بروحة. لذا نسترع الانتباه لبعض ردود الأفعال العنيفة والطريفة واللطيفة. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. هاشتاك فريق البرنامج. ما لقينا حد مثلك يتحملنا ويرضى، من يطلع للجني يوقف يوقف قلبه ونبضه. هلا 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 باللي اجا، كل شي ما حجا بقى خايف بقى ما يدري شقى، فخنا من وقع الى جن طلع سوى بلبلة. هلا ميت هلا وهلا هلا برحلة الصيد، نطلع سوية وحدك نعوفك جيل القضية. برحلة الصيد نطلع سوية وحدك نعوفك جيل القضية. وهلا هلا وهلا هلا بصعب دروب، شغلة من حمات داسلها وفلات والمقلب حلا. هلا وميت هلا 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 برحلة الصيد، نطلع سوية وحدك نعوفك جيل القضية. برحلة الصيد نطلع سوية وحدك نعوفك جيل القضية. الشركة الوطنية للصناعات الهندسية، علامة الطحان. بأحلى وأجمل تحايا نحييكم وبأجمل يوم نمسيكم، ورمضان كريم علينا وعليكم. ضيفنا لهذه الحلقة، يعني ضحيتنا لهذه الحلقة، الفنان المبدع المتألق الجميل ضياء الدين سامي. دول عينك بيك استاذ الفقار. وانا قلبي صحتك عافيتك حبيبي. استاذ الجميل شلونك اخوي؟ دول عينك حطها هنا بدنا وحطها هنا ممنه. هي غلط، هاي لزمتها غلط. والله لزمتها لا لا بالعكس بالعكس. اي طبعا حلو. انت احسن لك؟ لا المشاهدين يعني الحلقه هاي حتكون مميزه اكيد ويا فناننا الجميل الضياء. الضياء خذ بالعينك يا ابي مزاد استاذ الفقار. يعني غني عن التعريف، يعني الله يسلم. هو من اول ما طبيت له منكم شفت الاسلاك اللي يعني عنده. بدايه الحلقه انا احبيك انت واخوي العزيز الفقار. الحلو بالبرنامج ماكو مقدم برامج. طيب انا كمخرج جبناها على التقشف. ليش ماكو انتاج؟ انتاج انتاج هي سفر، يعني نحب المشاهدين يشوفونا بغير شكل. الضيوف اللي يجون هم اللي يقدمون الحلقه مالتهم. احنا نكون احنا مقدمين بالضبط. اوكي بالضبط. من بعد ما تقدم الحلقه ترمي طلقه ترحيبيه بهذا التجار. انا ارمي انت مو انت ارمي انت عمي زين. من بعدها نكمل رحلتنا وان شاء الله. لا شو ولا نرمي راح تعالك على الطلقه ارمي اني انا ارمي عم انا انطي بس لا تفتشي. يلا الكاميرا لك وقدم الحلقه. يلا نتمنى نكون احنا خفيفين ظل بهاي الحلقه وبهذا البرنامج، ويا رب ان شاء الله نتوفق برنامج رحله صيد مع النجوم. يا رب تكون حلقة مميزة مع صديقي أستاذ ضياء، ورمضان كريم عليكم وإن شاء الله صيام مقبول. رمضان كريم. يا أهلا بك. هسه أرمي؟ طيب هاي الاتجاه. هذا الاتجاه؟ مع اللزمة بابا. لا لا ايش؟ ايش اكو منه؟ اللوكيشن منه. تبي تفلش اللوكيشن؟ اللوكيشن منه. هذا جدار بهاون وذا لوكيشن.
وقعت تيل وقعت تيل. يلا يا بتوكل بالله. روحيك توكل بالله. يلا هاي دي. يلا كنا عود مالي ذن ننظف ثاني بيه. وين الساشن؟ الساشن كلها عندك؟ لا عندنا احنا ما نريدها هسه نستخدمها. هاي المنطقه مو مال الصيد حاليا. ندخل بس نصيد براحتنا. ابي لا براحتكم لا اللي اقصد يعني هاي القطعه الاولى راح نسولف بيها نتعرف اكثر على ضيفنا ان شاء الله. والمساحه اللي هناك احنا يعني مرتبيها مساحه شلون دائريه هناك هو الصيد راح يكون. شنصير؟ يعني هو الصيد هو رزق صح انا غلطان طبعا اكيد هذا هذا من انا ما شيء طار يعني شلون السمكه يعني من شفته لا شفته لا 100% يعني قلبك الطاق الصد غزاله انا ما اضرب سوى والله انا بس اضوي هو يصيد قلبك الطاق لا انقير انا عليه لا مو مال عصافير لا ليش ما نخلي فتشين ليش نعليه ونخلص هاي ليش؟ إذني أريدها سيف إذني أريدها ليش؟ مو قاعد؟ ليش شفت وقعت؟ شو وقعت؟ هاي اللي ما أدري بطع النخلة؟ هو هسه الدجاج اللي بهاي الطلقة شفت اللي بتشتلقى بعد ماكو ماكو خلي نطلع لي قدام شو هنا بين نايمين الطيور هسه طالعين ليش شغل وقت الدوام؟ خلوا المساحة الثانية مو أحسن؟ يلا 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 بعد الفاصل انتظر الشركة الوطنية للصناعات الهندسية علامة الطحان أنا مصور أنا يعني؟ حبيبي أنا ما نصحك هنا أقول لك ليش لأن بالك شط وهنا ساقية لا ماكو شيء إبراهيم صديقي بس خلي اسمعني يحكي سيف إذا أنت مسوي عملية إذا أنت مسوي عملية شلون تطلع اليوم؟ ما تقول لي شلون تطلع يا عمري والله مو زين عليك مو زين حبيبي مو زين عليك المفروض تنام وعينك الرادة لا ترتاح مو زين عليك لأن طولت إلى لا لا أنا اليوم وياكم هنا شلون وياكم؟ مو عندنا تصوير حبيبي شلون ترضاح والله شنو شنو نبي البستان هو ايه ما بالبستان يعني القاع مالتهم ايه يلا يعني بعد الشباب خلي توكلون بالله انا اخذك وياي حبيبي وين؟ اخذك وياي يعني شلون ترضاها عوفهم؟ هسه اخذهم لا الولد ما يقصرون شاي ومي الولد ما يقصرون وضيقهم
والله النعم. والنعم من عندك، والنعم من عندك، ما عليك زود حبيبي ما عليك زود. المكان اذا وديتك وياهم؟ والله متر متر عندلي. لا والله العظيم. انت اقول لك بس تطلع بالحلقه. لا 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 على باخي. سلم الا ماكو مشكله اذا طلع. لا بس نصور للطلعه. شاطر هاي ساقي وما اعرف ايش هسه منين يريد يروحون؟ خلي للموقع المكان اللي حددناه البارحه. اللي اخذت عليه البارحه. مين نطلع؟ نطلع منه. ويلا. يلا. يلا امشوا وياي امشوا وياي. يلا. 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 ليش ترجف؟ ليش ترجف؟ انت ايدك ليش ترجف؟ لا منو قاعد عليها؟ شلون اعصاب يعني؟ اعصاب اي حارس يعني. انت يا مواليد؟ مواليد 97 97 صدق كذي؟ لا لا لا. يلا امشوا. اذا هاي بفقرة تقدرون نسوي قطع نسوي قطع لا انسيرتات تاخذون داخل داخل البستان جوا انسيرتات مع الصيف اي جوا الادغال مال البستان هو مجود حتى نصور مو داخل قد يندر مجود يدفكم باللوكيشن هناك حتى خليه واحد يدير هنا مكان يلا هسه المصور منو اللي راح يروح يعني؟ حيدر 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 يلا 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 ابوي يلا انت قلت انا اليوم يقول بقاي يا ابو احنا ما يرد الكريم الا البخيل فعزومتك واسطه ان شاء الله ما نقدر نقول لك لا قاعد مو صاضيه بس خاف ما يقبل صيد ما صيد يعني لا ما لا من سيرتات يعني والله اي ماكو ناس اما نصيدون ان شاء الله اي نصيد يا الله يلا راحتكم تعال تعال يم بالفقره تعال الناس انا راح هسه نطلع قبل اي زين ما دام ماكو شيء نصيده ايه خلينيش انا على فد شيء شوف يا يا هذا بطل يا لي لوح لا بطل شنو دقيقه بطل وانا مغمض لوحه فد عود شخاط مثلا مستحيل ما دا اعرفك الو مثلا هذا شنو منو ذاك وين واحد ركض وين واحد ركض ما شفت شيء يعني لا شفت واحد شفت واحد لابس دجلاشة وفي شعره طويل وركض منه ما شفت شيء خفت روان انت روان لا شفته انا شفته فاهم اي اكو بستان هذا بيه ناس هنا كلها نا هذا اليمنى هذا سيم سيم منا ها استاذ ضياء ها عفوا عنا انا تخيل اقول لك ما تركبوا مالهم مالكم هذا لو لا مالكم هذا البستان شوف الشيء لو لا اي والله ما شوف الشيء انا غير وجهه نظري وياك لا هنا انا كان قاعد اي واحد هيك شعره معكش ولابس دشداشه وركض ركض هيك هاي شنو والله وداك هنا انا كان قاعد هنا خايف ترى ولك لا بالقران لا والله هذا البستان لكم صار سنين طق الطافية وراها بسنين هاي صار فترة ما رجعنا احنا بطارية؟ الوضع زين استعجل حبي الحمد لله والشكر احنا بالكيو؟ لا 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 اوكي الحمد لله والشكر صار وضع زين وامين استقرت الاوضاع الحمد لله بفضل الله وبفضل القوات الامنيه اكيد الحمد لله الحمد لله والشكر رجعنا كل واحد على جاعه وبستان خير من الله خير من الله الحمد لله والشكر قلت لك يعني أي. رجعنا للبساتين ما نعرف شنو البيه مهجوره ما تعرف مهجوره كل شيء الرابي شو وقت اشتريتوها هالقيعان؟ هاي قديمه مالتنا قاعده يعني اجداد اجداد اي عبالي بالجديد لا زي ما سولفت لي هسه هاي موضوع عينك اليمنى ولا اليسرى اللي بيها عجز؟ هسه يقول لي وقعت شنو ما جاي؟ لا هسه اليمنى ما اشوف بها بس نوم بس اليسرى بيها امل فقط يا معلم اللي مسوي بها العمليه يا رب ان شاء الله مشافى ان شاء الله مشافى الله يسلمك إيه قلت لك يعني احنا من رجعنا صار فتره ما نخلي احد يروح يجي وحده للبستان للبستان ما يخلي احد اللي يصيدون ما يصيدون ما نخلي احد يصيد زين هذا ايش كبره هذا البستان يعني بالعمق مالته؟
العمق مالته ليوني والله من الشارع للشط للشط شطرانه يعني؟ ايه للشط نهاية الشط طيب وبعدين الصفحة الثانية كم دونم؟ ايش كم دونم؟ والله ما قايسيها بالمضبوط فيها يعني بس هو مساحة كبيرة اي كبيرة خير مساحة كبيرة ما شاء الله الله يعمرك لا لا هو مبين كبير اي سي ايش اسمه ابراهيم وقعد؟ من رجعنا المغربية فتحت مي يعني ندير مطارات من الشط اي فاتح مي جئت المغربية وحدي هذا تسولف لي على الحادثة؟ اي على الحادثة صح اوكي اي المغربية فتت وحدي قبل الأذان ويا الأذان اي دقائق والله قدامي هدي اي فاما اللي قدام اكو يم المطار صارت شلون العيطة المغربية كلها عيطة قوية وانشمرتها شمرة قوية حيل وقعت على راسي يعني خاف حيوان بحري صارت فجأة ما اعرف شنو ضربني شنو شمرت بعد وقعت على راسي ما ادري خاف حيوان بحري شنو العيطة العيطة اللي صارت شنو عيطة قوية شنو؟ ما الحيوان ما اعرف صارت فجأة طنطل مثلا مثلا ما اعرف سألوه على ما اعرف انا ما كل شيء ما شفت لان كنت صاد هيك على صفحة الشط اي يعني العيطة جتي من وراك؟ اي من ورا صارت وفزيت لا لا هو انشمرت من صارت العيطة انشمرت انشمرت؟ اي اي شلون كفخت كف قوية زين؟ اي من ناحية على ظهري اوف بس اذا اشوفها بعد هيك شلون الضربة مال مقوار هيك موجودة انت انضربت لو صيحة عرفتي؟ اي صيحة وضربة قوية خاف شي دفعك يا معوز ما عندك عداوة منا منا هنا؟ ما عندنا عداوة كلنا اهل يعني صار لنا سنين عايشين احنا وجيراننا بالبساتين على قولتك تعرف اريد شاي انا ماي شلون بس مو عذبتنا وينك تدلل تدلل زين ورا ما صارت هاي العيطة وتقول انشمرت ورا ما صارت يعني انا بخيت تقريبا فوق الساعة المشمور؟ لا هواية يعني طلع مأذن ومخلص انا من اجاني اجاني هسه بصف البستان اكو شركة مال مي ايه؟ مال روائي ايه اي فهم عايشين هناك زين جوني ماخذيني المستشفى و مديني ايه؟ وهذا عاد لما جيت ثاني يوم شو لي يقول لقيناك مشمور بثمانية بالليل ثمانية ونص ادري يعني شنو مشمور؟ عرفتي مشمور يعني انت ورا ورا شقد يلا صحيت؟ اكبر جبان ما صحيت بالمستشفى يلا وعيت على اكبر جبان لا معز غير دافتي معي اكبر جبان بسالفه الجن وجرى لا وين اكو يا معود؟ بالمستشفى يلا وعيت على حتى ما تصير اي 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 فهم ما يقول لقيناك يعني يم الغرفه هاي قريب على الشط يا غرفه لاقيني اكو غرفه مال ماطور اللي قدام اللي قدام هاي على الشط ايه هسه شنو نجيب مي شيء وين حاط المي سيف وين سيف هذا؟ عندكم مي انا ما قلت لكم مي شاي اي موجود موجود وشاي شيء الغرفه اللي كنتوا تحكون عليها ايه؟ على الطريق هي ايه؟ بيها مي وشكر وشاي وعندكم كهرباء وكوابه لا 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 كل شيء عندك كهرباء على الحطب على الحطب والله هنا اي يعني عقب باكر لين يشرب شاي لا لا يفور بسرعه الشاي لا والله ما يتاخر يا شنو هنا انت عليك نارته؟ اي لم حطب منه انا و وات مسوين موجود هنا ايه احنا عاد على الحرق هاي الولد اللوكيشن غير مجهزين اللوكيشن ايه والله ايه زب الساعة تقول انت راح تحرق من بعد القوري ما جاي شو راح يسوي؟ لا هسه اجيبه وين القوري هنا؟ لا موجود حطب هواي انا ادري بصيها هو قلبه جلد قام يسوي هاي السوالف مال المغتربين قام يخاف اوه بشرتي ما ادري شنو اشعه الشمس هنا حارقه لغير انت بنفسجي محطوط فد شيء جواها شنو؟ وين؟ ما اسمع الصوت وين الصوت؟ لا جوا النار مثل الهواء اخاف وما الحطب لين برطوبه ماي
لمها لمها النار لمها اكل وينها النار لمها لمها بالجنة. اوف 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 والله اوف صارت حاره شوي وخر عن النار انت برهم وين برهم شنو الصوت وين شكو صوت جوا شنو صوت جوا ما تسمع قبل بس انا اسمع لا اسمع اسمع بس اخاف مال الحطب لين بي مي شو العلاقه الحطب ما يطلع صوت هيك اذا بي مي لا اذا بيرطب يطلع لا ما يطلع حبيبي ما يطلع هاي حتى النار اذا تصعد ستار الله وين راح ذي الفقار؟ زين خلونا نطفيها ماكو مي هنا؟ ها؟ وين راح يجيب مي؟ خلونا نطفيها ماكو مي؟ مي هنا ماكو شو ذي الفقار؟ سيف وين راحوا؟ فطوري سيف يعني انت ما تسمع الصوت؟ لا اسمع اسمع لا شنو؟ اول مرة خططنا لمستقبلك واحنا جاهزين نخليك بنقلة جديدة نقل الراحة عائلتك كهرباء على مدار الساعة نقل للأمان والرفاهية في أكبر بوليفارد في العراق نقل الأرقى مستوى تعليم لأطفالك فن التصميم المعماري بوابة العراق في قلب بغداد بوابة للمستقبل والرفاهية لحد الان عايش اللحظه مال رحله صيد مع النجوم يا ضياء الدين سامي. الفقار منين راح؟ الفقار منين راح؟ فقوري! لك لك فقار! وينه؟ الفقار! تعال! فقوري! وينه؟ تعال لا تروح وحدك فكوري فكوري فكور فكور حبيبي يا روح شجاك 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 حد دفعني ها شفته شفته انا من ركض شفته اوقف بمكانك اوقف بمكانك شفته بمكانك اوقف تعال اوقف بمكانك تصعدك فوق تصعدك فوق يا ما جاي يشوف شنو شنو ما جاي يشوف سيف اقعد اقعد بمكانك برهم اقعد بمكانك ابراهيم لك سيف يا ولد فوق 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 سيف يلا شباب يا ولد قوم خما تذيت خما تذيت ما جاي يشوف طيب لا 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 دقيقه دقيقه على كيفك على كيفك جاي يشوف على كيفك على كيفك على كيفك الله 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 لك سيف الله على كيفك على كيفك يا ولد يا شبيه ماكو شي 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 ابراهيم اقعد بمكانك اقعد بمكانك اقول لك ايش قومك ما ادري ايش اقول عيوني اوقف
ستار يا الله، يا ستار يا ربي. وينه؟ تعال هيات هيات. شنو هنا ابراهيم؟ تعالوا قلت تعالوا. ابراهيم هنا شنو ابراهيم؟ ما ادري شي شمرني. انا شفته من ركض، شفته شفته، شفت واحد ركض. وينه؟ شفت واحد ركض لابس اسود. ابقى شابقني معوز حنان. معوز لا 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 دقيقه دقيقه. لا لا معوز حنان. لا دقيقه يا معوز حنان. معوز حنان. يلا ماكو. تبتسم للمقلب. لا شو اللي شو اللي لا دفرك والله شو دف شو اللي شو اللي انت عطفيه طين طين عطفيه يا ابي الحمد لله على سلامتك لا قم ترجف لا والله انا معوز حنان انا ذاك ما يضحك كنا معوز حنان الله بالخير ضيو لا 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 بعدني بعدني خليني مرتاح خليني مرتاح خليني مرتاح خليني مرتاح الله يسلم عليك يلا طلع صديقي يحبني من يالك عليه الصديق والله العجيب والله العظيم حزام الضار ويا هذا عند عركب البت طيب يا جاسم ما بعد لا يموتني عمدي خلاص انت تخوف تجيب لها تشلفت فيها تشلفت فيها عمي اعطوني مي الدور راح له الدور راح اعطيني مي اعطيني مي تحياتي لك حبيبي ضيو خليني اقول لك من المطعم قلت لك ارتاح ارتاح والله حقه هسه اوكي ريلاكس بيكون لا مو اوكي والله بيكون لا لا والله مو اوكي لا بالقران عندك مايك وين لانه هذا اكو حتى دارج بعدني اعصابي 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 وحدي لا والله اعصابي بدها ترجف كلش انا صديق الزين يابا شفتوا لا يابا سيف الله يعلم الحلو بهذا المقلب شنو انه ما بينتقاص من الضيف يبين سانيتك يبين محبتك لاصدقائك سانيتك ويا الأعمى. الاعمى ما اول مره شفته مو بما معناه زين قلبك كم هنا يمه سانيتك ويا صديقك قلت له هذا طبعا قلت له ابراهيم ما ادري يعني هاي الدابا عليك تقول له شلون لا هو صوت غريب ما يمكن لا يقول لي هذا العشب اخضر وبعده بي ما يطلع صوت زين هاي شلون تحللها شلون تفسرها زين اكو هوايه مره عندي هيك شغلات وعشب بس ما يطلع هيك صوت زين شنو هذا الصوت وياده تقب النار قلت له وخر الموضوع مو طبيعي شنو اكو غاز جوا شو مسوين انتو صح غاز ايه؟ غاز جوا اي حياتي لك يا حبيبي ضياء طبعا لا هي هاي رحله الصيد لو رحله الصيد ايرلندا لا اكو اشياء متواصلة يعني هذا الموضوع صوت المنانة انت اختفيت ما طلع قوري هذا من تجيبه من المحمودية ما ادري اول شيء يعني كل عام ورمضان كريم على العراقيين وعلى قناة الرشيد اخصهم بالذكر وعلى الكادر كادر هذا البرنامج اتمنى لكم الموفقية يعني انا اول مرة احس انه هذه الكاميرا كاميرا خفيه حقيقيه مدروسه ملعوبه صح اكو اشياء يعني ممكن انه الضيف يعني غصبا ما عليه يصدق فاكو هي اهم شيء انه الضيف اللي يجي هو مصدق الموضوع انه هي رحله صيد والله يوفقكم في مزيد من المقالب الله يوفقكم يا حبايبي الله يوفقكم حقا بس لا لا اكيد بثوها اكيد شكرا شكرا الغالي الاجواء كلها جميله هنيكم عليها هذه الكاميرا كاميرا خفيه حقيقيه مدروسه ملعوبه صح
اكو اشياء يعني ممكن انه الضيف يعني غصبا ما عليه يصدق، فاكو هي اهم شيء انه الضيف اللي يجي هو مصدق الموضوع انه هي رحله صيد. نعم نعم. الشركة الوطنية للصناعات الهندسية، علامة الطحان. ما لقينا حد مثلك يتحملنا ويرضى، من يطلع للجني يوقف يوقف قلبه ونبضه. هلا 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 باللي اجا، كل شي ما حجا بقى خايف بقى ما يدري شقى، فخنا من وقع الى جن طلع سوى بلبلة. هلا مية هلا وهلا هلا برحلة الصيد، نطلع سوية وحدك نعوفة جيل القضية. برحلة الصيد نطلع سوية وحدك نعوفة جيل القضية. وهلا هلا وهلا هلا بصعب دروب، شغلة من حمات داسلها وفلات والمقلب حلا. هلا ومية هلا 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 برحلة الصيد،